بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى، صلى الله عليه، وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا، صلى الله عليه، وشرف بالآباء والجدود وملأ الوجود بجوده عدلا، صلى الله عليه. حملت أمه آمنا عليها السلام، ولم تجد لحمله ألما وثقلا، صلى الله عليه، ووضعته صلى الله عليه وسلم مخدونا مكحولا في خلع الوقار والمهابة يجلى، صلى الله عليه. أولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى، صلى الله عليه، بنور كالشمس، بنور كالشمس، بل هو أضواء وأجلى، صلى الله عليه، وفخر فاق درا ولؤلؤا، بل هو أعلى وأغلى، صلى الله عليه، وطاف به ليلة الإسراء وتملى، صلى الله عليه، وجعل دينه على الدوام مستعليا لا مستعلى، سلم وبارك عليه، وذكره على ممر الأيام يكرر ويتلى، صلى الله عليه، أشرقت لمولده الحنادس شرقا وغربا ووعرا وسهلا، صلى الله عليه، وخرت لمولده الأصنام من أعالي المجالس خضوعا وذلا، صلى الله عليه، وارتج إيوان كسرى وهو جالس فعدم القوم نطقا وعقلا، صلى الله عليه، وخمدتنا فارس وتبدد منهم من تبدد جمعا وشملا، صلى الله عليه، وزخرفت الجنان ليلة مولده وطلع الحق وتجلى، صلى الله عليه، ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا، صلي وسلم على خير البرية، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية، صلى الله عليه، وفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، وكان قد اجتاز بأخوال بني عدي من الطائفة النجارية، صلى الله عليه، وما كذا فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكوى، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله على الراجع 29 قمرية، صلى الله عليه، وآمان للزمان أن ينجلي عنه صدى، صلي وسلم وبارك عليه، حضر أمه ليلة
مولد آسية ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المخاض فولدت صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر صلوات الله عليك وصلاة الله.